<applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه من والاه بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نكي نحلقة نيني لن... كيف يصلي المريد شغشتن بانسان وهب صلى يسكن شغشت وهب صلى يسكن صلاة وجبك ملو ما وجب له أهمية شخص صلاة شغشت خلو الدكا كبتلا شوشتا خلو الدكا باردو لا شغلا وريخ صلاة دائما إسلامة وري إسلامير واجب آه دينيل وانا دمك شوشتو انا دوكا وابس نان آه قرنوبن يعني كيف يسلي المريض او كيفية صلاة المريض يجب على المريض ان يسلي الفريضة قائما ولو منحنيا او متعمدا على جدار او عسى يحتاج الى الاعتماد عليه خوزك اكن آه شكوذ تنبه جارسون جو داود شروى وانيس أنا شروى رجون سنة مناس لله يعني شروي سنن لار حجس أنا شكوذ واني جاو رشا دي ابو ساليس رشاق داود ساليس رشاق جارسلا ما داود ولا إن شاء الله يعني قلش أكستو دخس ساليس رشاق خورك دار نبدي جدار لورجون بكمان ساليس رشاق فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا دو سليس رقالت الله دو رقالت الله كفي وانونس سليسوك والأفضل أن يكون متربعا في موضع القيام والركوع وأحسن حاجة كفي وانونس يعني هذا التربيع كامل آه يعني سكر فيه وانا كده كديو نابيه الركعرار كده ركوع الدرم خرده ما سجوسي سيرة دام برن صلاة وكيفية الصلاة ان صلاة نورنجن نركوع دي نرسلولي نرسلولي الأركان دي الواجبات لا لا ريسي قابي نوغن دي با نيني إن استحوابه سلي ساكن دوية سلي ساك غو سلي ساك اقا عشت سلي ساك قنب شخة سلي ساك حاني سوانو قال كفت سلي فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا والأفضل أن يكون متربعا في موضع القيام والركوع فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متوجها إلى القبلة والجنب الأيمن أفضل فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه تماما دود قرسلة كفدر قرسلة أكرا سمت نسمت وانوسك على الجنب سليسه قبلت لك لك يوانا أفضل من تجاهني ما كان أخو ولا أكان كاب أخو الله أكان إن سريرنهم بأخو ديبون إن عراد ديبهم بأخو قبلت ما أكرر وانوسك سكسا ليسو الله أكبر ياك ما قيام أمرك وعسوك وما سجو سعسوك وما قد نيسانك مخرك ما, 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 ما سلاسين نرتك نعسك والله يعني الدول سال ليسوك كافت سال ليسوك قبلت لي لك يوانا أكرر, قلت أكرر سك كان أكان صلاه اعاده مرور شغله فان كان لا يستطيع الصلاه على جنبه سلا مستلقيا رجلاه الى القبله والافضل ان يرفع راسه قليلا ليتجه الى القبله فان لم يستطع ان تكون رجلاه الى القبله سلا حيث كانت ولا اعاده عليه تمام طيب دود قرسله كفت جرسلا نسمة لاورا خلو جرسلا نهب وانوزك استلقى وانقرار انقرار دوانوزك نهب وانوزك دكوني وسقبلت لي سالم اخورس شويه كبسه سالي رشاو والله اكبر رشاو ما تكبيرة احرام سيثي نيدم بكر ركوع سيثي مركوع ركوع لدمخرا نيدم بك سجود سيثي سجود وما كدني سنك نهب سلاسة تمام دراسك آه فإن, فإن, لم فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا رجاه إلى القبلة والأفضل أن يرفع راسه قليلا ليتجه إلى القبلة فإن لم يستطع أن تكون رجاه إلى القبلة صلى حيث كانت ولا إعادة عليه يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته فإن لم يستطع أو ماء آه بهما برأسه يعني إنسان تشغوش تنبا ورده دو وركف وري كفو وري دوانا أخن وري إنقرار دوانون تك أخن ركوع دي سجود دي تسير اللهم ركع رور سجد رور سجد رور شاق رو قدو قرس لما بحركة أو ما آه يعني أخوردنا بحركة الله أكبر تكبيرة الحرام الله أكبر الله أكبر ركوع الله أكبر. سمع الله لمن حمد نقرأ الله أكبر سجود سجود ما الله أكبر كله الرفع من السجود سجود نخر هكذا أخوات ليس هنا إن حكمة رنغن عدمت أكان صلاة صلاة سلات كبتقرت في أي حال من الأحوال نعم ويجعل السجود أخفض من الركوع فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع طيب ركوع سجارة سجن لكن سجود سجارة سك ركوع أو ماء. مثلا كف ينبق سجد ركع سك ركوع سورة الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يرجو مخلصانك

فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينيه فيغمض قليلاً للركوع ويغمض تقميداً أكثر للسجود طيب ناو ن يعني يسرقن ما شاء الله تبارك الله دود قرسلاني ما كفت قرسلاني ما روانو قرسلاني قرس ما كرّرت قرسلاني ما يو أو قرسلاني أيوة على الله أكبر سمع الله لمن حمد الله اكبر. يو. واما الاشاره بالاصبع كما يفعله بعض بعض المرضى فليس بصحيح ولا اعلم له اصلا من الكتاب والسنه ولا من اقوال اهل العلم. نجا الشيخ ابن حسيمين يقول جزاه الله خير رحمه الله رحمه, الله رحمه المتقين والابرار. الشرخ اللاني نين اصل الذي اصل قال الذي بياكل بن عسيمين لكن عللد ناهي شرح يعني أه أخو رد غير نهب حرك رأخو النفس سجاه الله أكبر سمي الله لمن حمد الله أكبر يا رب جار سبان توينت أه آخر الأخراس كنا صلاتنا أخلي حافظنا إن شاء الله فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين سلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيامة والقعود بقلبه ولكل امرئ ما نوى يا سلام يا سماحه الاسلام يا سلام طيب انسان ناتج قرسلاني داود قرسلان ما كفت قرسلان ما صمت قرسلان ما انقررت قرسلان ما اخردناها بيرا قرسلان ما علرت قرسلان سيررس نيت ناو قرسغ ني لبكد الله اكبر يا سمع الله لمن حمده يا الله اكبر يكو من رفع من السجود الله اكبر يكو ني سنك سلاسي الركوع نر دي نرسجود دي نرسنن دي نرركان دي نرواجبات دي ناتك نعصر الله شاق نينا نينا ني 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 طيب وروج وجبكم ان شاء الله شخص تنبا خلي على المريض ماذا يجب يجب على المريض ان يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل او كل ما يقدر عليه مما يجب فيها فانشق عليه فعل كل صلاة وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء طيب أول هم برا صلاتك صلاتك لأن إن الصلاة كانت على كتابا موقودا الصلاة لك الوقت لي فجر الظهر العصر طوال لاريك نلوقت إن جرسة طريقة إن جرسة خد وركفت ورداود ورد ود وللا بكت ناريك من وقت اللي يصير ولا جرسن جرس لما تعبان أبوهم جرس لما كذا جا جائزه يعني رخصة شاخ جمعرو الظهر الظهر دي العصر دي تلاقش المغرب دي المغرب دي العشاء دي تلاقش جمعرو كذا جرسك وإما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر للعصر جمع تأخير. إذا على العصر تأخره كله أو جمع تقديم العصر الظهر قدمه كله. نيسنات. جمع تقديم العشاء المغرب غربت كلها كله ورجع تأخير أما غربسي العشاء دي أخرة كله جمع تقديم جابيسنا. جمع تأخير دمجرنا. جمع تقديم العصر. درت صلى الله عليه وسلم كله قال الدرت قالت سلمة آخر ده ما جمع تأخير العصر صلى الله عليه وسلم وإما جمع تأخير بحيث يأخر الظهر للعصر والمغرب للعشاء حسب يكون أيسر له أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها صلاة الفجر جامع شخلاني ولن نردنبير ورنر جابل نروكت لس صلاة الفجر طيب إذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدة السفر أم قصرت طبعا صلاة المسافر إن شاء الله انتو نول لقن قصر دي جامع دي تنبخ مسافر أكن آه علاج متان برني كورت فهو أكن آه مثلا قدام ورنا, ورنا ورنا ور مصر فرق سعودية السعودية أمريكا أي مثلا أي بلد مثلاً علاج مثلاً فرق إنسان رخصة شاق بالإضافة إن رخصة إن اه إن مرض خد رخصة سفر وكذا كذا ما يجمع بين القصري والجمعي كذلك هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.